ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. معنا بالتليفون كما حكينا قبل شوية اللاعب الدولي السابق أحمد الحامي من إسبانيا. هكا ولا يا أحمد؟ أهلا بيك. مرحبا أخوي إسلام، شنو حولك؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله الحمد لله. شنو حولك؟ في إسبانيا هكا ولا إيه؟ ولا إيه؟ أنا حاليا كنت في إسبانيا، وفي الوقت الحالي جيت لتركيا. عنا تربص يعني بعض الشبان هنا في تركيا، ونعود نرجع لإسبانيا إن شاء الله. بيه شنو الحكاية يا أحمد؟ احنا كنا نحمل بملاعبيتنا نشوفوهم في نيفو كبير، يا أخي أنت ظهر لي ملاعبية من هويت خلينا نقولوا في تونس باش تهزوا من الليغا. بوه مش باش نهزم، اول حاجه نحن صارت لنا تجربه قبل مع مغازي الخضراوي، وهزينا اللاعب معناها ليكيب الاسبانيه ونجح في الاختبارات نتاعو وامضى عقد اولي، وان شاء الله معناها الشهر هذا ان شاء الله معناها يطلع لاسبانيا وينضم للفريق نتاعو. بوه نعطيك التفاصيل. معناها بالنسبه لنا احنا كشركه كماركتينغ، معناها عملنا توكيل مع ليكيب الاسبانيه اللي هي كاديش، اللي هي معناها تلعب في الدرجة الثانية الإسبانية، ومحتل المرتبة الأولى، توا بعيد على المرتبة الثانية بريسك 14-15 نقطة. تلهينا في الأمور متاع ليجون أون جينيرال، في الفورماسيون متاع ليجون. المفاهمة متاعنا هي تحضير لاعبين معناها شبان من شمال إفريقيا باش نحاولوا معناها نعطيهم فرص، نعطيهم معناها حاجة جديدة، تجارب جدد. شفنا معناها اللي فما برشا لاعبين في تونس ما شاء الله، معناها نعرفوا اللي فما برشا دي كاليتي، ونحاولوا معناها نعاونوا باللي نقدروا معناها الشبان نتاعنا اللي كي تجينا فرص كيما هكا، معناها نحاولوا نعاونوا لو ماكسيموم. كيف جات الفكره؟ بون كاديش هي ليكيب الاولى في ديفيزيون 2 توا بعدها 7 نقاط. احمد كيف جات الفكره نتاع انكم تنظموا ستاج هذا وتهزوا لاعبيه من تونس معناها؟ باه كيف صارت الفكره؟ اول حاجه احنا قمنا بتربص اول اللي هو كان في الهند معناها، وكان ناجح بكيفيه كبيره، وتعرف معناها مستوى كره القدم في الهند مش كيما تونس. الفكره جات عن طريقي انا والشريك نتاعي، دونك قلنا علاش لا ما نعملوهاش في تونس، عندنا شبان معناها عندهم لي كاليتي كما قلت لك. عملنا مطلب للاداره معناها نتاع الفريق الاسباني، ما كانوش الحقيقه معناها فرحوا بالفكره وما قالوش لا، معناها عاونونا واخذين فكره كبيره معناها على الكره التونسيه اللي عندنا لي كاليتي اي سورتو لي كاليتي تكنيك. والمشكله نتاعنا نحن في الكره التونسيه اللي هي الباز نتاعنا من الصغرى، الفورماسيون من الصغرى. دونك حكينا في لي ديتاي الكل، تفهمنا على لي ديتاي الكل وتوكلنا على الله. بارك الله فيهم، معناها ناس بالحق، معناها ناس محترفه بالكلمه الكبيره، معناها ناس محترفه، ناس بلغتنا احنا سيتام بزنس سبورتيف، ناس تحب تكون لاعبين، وبلغتنا احنا بلغه الكره في تونس كما نعرفوها يكون لاعبين صغار ما يتكلفوش برشا، يصرف عليهم معناها في حدود معقولة كما نقولوا احنا، ويعمل لهم فورماسيون صحيحة، واللي باش ينجحوا في الفريق نتاعو الأول يا حبذا، واللي ما لا قدر الله ما نجحلوش ماهوش باش يطيشوه كما نعملوا احنا في تونس، مع احترامي لبعض الجمعيات، يعطيوه لجمعيات أخرى ويقعد ديما على ذمة الفريق. باهي، ستاج باش يكون 6 جام في إن شاء الله في تونس بارك الإسبيرونس هكا ولا كيفاش؟ للي حب إن شاء الله يحب يسجل كيفاش يعمل؟ اللي يحب يسجل التربص باش يكون من اليوم 6 جانفي حتى اليوم 11 في مركب الترجي الرياضي التونسي. بارك الله فيهم، زاد إدارة الترجي اللي هي زاد عاونت ووقفت معنا لو ماكسيموم بعدها ودزت باش حاولت معنا، ما لقيتش باش ما نكذبش عليك، ما لقيتش شكون من الاول اللي باش يقف ويدز في الحاجة هذه، لقيت الترجي الرياضي التونسي كإدارة وكإدارة البارك تاع الاسبيرونس بارك الله فيهم الناس الكل. التسجيل باش يكون عن طريق المحامي الموجود في تونس، الموجود الرقم نتاعو معناها على الصفحه الرسميه نتاعي، كل شيء معناها موثق، كل شيء قانوني، والحمد لله ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، ونزيد ناكد الاختبار هذايا اللاعبين اللي باش ينجحوا في الاختبار هذايا في بدايه شهر فيفري. الفريق الاسباني يتكلف معناها بالتنقل نتاعو لاسبانيا لمده 15 يوم ويكمل لي تيست نتاعو ميديكو في اسبانيا، واللي باش ينجح في الحكايه هذه كل الاختبارات الكل اللي تحت 18 سنه باش يكون ابن النادي اجازه ليسونس، وبالنسبه للاعب اللي فوق 18 سنه اللي باش يكون عنده عقد احتراف اوتوماتيكمون معناها
بعقد احتراف محترم محترم بكيفية كبيرة. التست معناها تيست ميديكال في تونس هذا وبعد في تيست واحد اخر تيست في تونس تيست تكنيك معناها وبعد تيست ميديكال في اسبانيا. في اسبانيا مش تيست واحد اخر جوست تيست ميديكال. تيست ميديكال وينضم للمجموعة ينضم للمجموعة للتدريب العادي اللي ينجح بالنسبة في تونس يكمل تدريب لمدة 15 يوم حاجة عادية يكمل كان ينجح في التيست ميديكو. الأعمار بين قديش قديش ولا فما حد الأعمار ما بين الأعمار ما بين 15 حتى 23 سنة 23 سنة ونهار لا باه نجيو للفلوس بقديش الفلوس. بقديش والله بالنسبة للفلوس بالنسبة في تونس يتكلف بجوز ملايين تونسية يعني تحب نعطيك لي ديتاي نفصل لك لي ديتاي كل مثال شيء بالنسبة للفلوس فما الإقامة نتاع اللاعبين في الفندق يعني معسكر مغلق فما المدة زوز أسابيع هكا المدة من اليوم 6 حتى اليوم 11 قريب بش يعني قريب بش 5 أيام بالضبط 5 أيام في تونس هذوما باهي هذوما 5 أيام في تونس عندك السكن نتاع اللاعبين في النزل عندك الكريم نتاع الملعب مركب الترجي عندك خلاص المدربين اللي باش يجيوك من اسبانيا عندك ليكيبمون سبورتيف عندك المستلزمات الرياضية نتاع اللاعبين الكل هذايا معناها بالنسبة وعندك لاسيرونس الصحية يعني التأمين الصحي على اللاعبين الموجودين في التربص هذا لا قدر الله على إصابة على أي شيء هذا المبلغ كامل يعني الناس تستفسر شنو هو الموضوع هذا هو المبلغ نعطيك معلومة اللي هي التأمين الصحي للاعب برك 480 دينار واضح باه نحكي شوية على مثلا غازي الخضراوي كيفاش ما كانتش هكا العملية بالضبط كيفاش مشي هو لا غازي الخضراوي كأخرى غازي الخضراوي بعثناه معناها لإسبانيا وكان التربص نتاعه معناها شخصي معناها كما نقولوا باش يمشي هو لإسبانيا تكلف له معناها كمصاريف نتاعه كأكل وشرب وفيزا وانفيتاسيون ولوجمون وكل شيء والله بون بريسك تكلف له في العشرة ملايين تونسية معناها كان إنسان تقول عليه باش يسافر عادي. واضح. دونك التيست نتاعو كان نجح والعام الجاي باش يكون يصح مع المجموعة ولا مش العام الجاي هو صحح كونترا مبدئي والامور القانونية نتاعو تو الحمد لله كله مريقل هو تو يقصد ربي ان شاء الله الشهر هذا يرجع مع المجموعة نتاعو معناها في الميركاتو هذا يكون كاليفي مع الكيب هذي ولا يلعب باتشويت ولا كيفاش بالضبط نورمالمون كي تبدا عنده لي كاليتي ومصحح معاهم وكي ينجح اموره واضحة معناتها ينجم يلعب فما مدافع اخر هذا ملعب القفصي محمد عبيد بن عام 92 عمل تيست في اسبانيا كيف مع قديش كيف هو مازال ما عملش تيست هو معناها قاصد ربي ان شاء الله معناها الاسبوع هذا ويعمل الاختبارات نتاعو وزاد عندنا لاعبين اخرين زاد من ليبيا عندنا لاعبين اخرين زاد من الجزائر معناها بالحق معناها هي كفرصه للاعبين صحيح فرصه كبيره نعرف اللي هو الناس اللي تقول فلوس ما اي وقت حتى نقرا لك لي كومونتير احمد اللي على الايفنت تاعنا موجود على الباج نتاعنا فما شكون استغلوها مثلا برشا ناس عرفوا النيفو دو في في تونس والناس زويوله معناها 2000 دينار استغلوها احنا شوف نعطيك انا معلومه انت اول حاجه النجم احنا نحاولوا لو ماكس باش نعاونوا وانا وصلت عملت الحاجه كان نحب نعاون لو ماكسيموم معناها الشباب ونعرف الوضع شنو في تونس النجم مثلا اللاعب يقول لك انا ما نقدرش ندفع زوز ملايين النجم الاقامه ما يجي كما نقولوا في تونس العاصمه مثلا يسكن في دارهم فور اكزامبل اي تنجموا انت معناها تنحيلوا البري نتاع السكنه نتاعو فهمت علاش اللي هو قداش مثلا والله شوف بالنسبة من نجمش نقول قداش بالضبط فما المحامي عنده الأمور الكل معناها المالية فهمتك النجم يتصل بالمحامي هو يفسر لهم كل شيء واضح فهمت فما إقبال والله الحمد لله فما إقبال فما ناس نحاولوا زاد باش ما يمنعش فما ناس زاد كيف كما قلت أنت معناها ناس الزولية ما تقدرش حاولنا باش ناخذوهم معنا وخذيناهم على عاتقنا وهذه ماهيش مزية بالحق هذه ماهيش مزية تنجم تعاون في 3 4 5 ما تنجمش تعاون الناس الكل انت معناتها عندك عقد معناها مربوط معناها بشركة ومربوط مع فريق معناها ما تنجمش
حاجه صعيبه ولات، وتعرف معناها تو الكوره اون جينيرال معناها لازم تعمل لازم دي ساكريفيس، وهي فرص الكوره ولات الانسان يلوج على الفرص. وتمنيت نقطه تشجيع من برشا جهات، تمنيت كيما شنو ما نجوش كيما شنو احنا شنو واش عندنا في السبور، عندنا الوزاره عندنا الجامعه. تمنيت حتى معناها الناس تقف معاك وتدز معاك ومرحبا بكيب اسبانيا اول مره باش تجي لتونس. دقيت البيبان ما لقيتش تفاعل احمد، دقيت البيبان انت كلمت شكون مثلا؟ شكون كلمت احمد؟ والله ما غير ما نذكر اسامي شكون كلمت خاطر زايد معناها بالحق. نتمنى معناها بالحق نتمنى من هنا الغادي، خاطر بالحق فما فرق اخرى تحب تجي لتونس، وعملنا يعني عقود جديده مع فرق اخرى في السويد، عملنا عقود اخرى في ايطاليا، عملنا عقد جديد ما عندوش برشا في فرنسا. ان شاء الله ان شاء الله معناها نشوفوا احنا الوزاره نشوفوا الجامعه كيفاش يحاولوا حتى يدعمونا مثلا اي حكايه بفندق بملاعب اي حكايه. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك أحمد الحامد. فاش البارح فرنسا تصدق بليك يا جماعة ليكيب تاعك القديمة كيف كيف ليتوال كيف كيف فريق سابق يلعب قاعد تبع ولا؟ بالطبيعة بعيش تو بالطبيعة نحكيو شوية على الشامبيونز ليغ، نمشيو تقعد معنا مساج نستسمحك أحمد بعض دقائق تقعد معنا بالتليفون، نمشيو فاصل وبعد نرجع نحكيو شوية على الاسبيرونس وليتوال في الشامبيونز ليغ.